خلونا نروح لتقرير عن لقاءات عملتها قناتنا الشقيقة أكسترا نيوز مع الوزراء الجدد بعد حلف اليمين. خلونا نشوف التقرير ونطلع فاصل سريع ونرجع فورا. طبعا التنمية البشرية هو رأس المال البشري، يعني أي دولة في الدنيا بتمتلك في المقام الأول ليست موارد يمكن أن تقاس موارد مالية، لكن مواردها الأساسية بتبقى متبسلة في الإنسان الذي يعيش فيه. طبعا هناك أمثلة كثيرة جدا في دول العالم، يعني يمكن لا تمتلك ثروات ولكن تمتلك قدرات كبيرة جدا في العنصر البشري. وسكانت مصر في فتراتها الطويلة في التنمية مهتمية جدا بعملية البناء الإنسان، فمن هنا كانت فكرة العنصر الخاص برأس المال البشري أو التنمية البشرية. ببساطة هي كيفية صناعة إنسان أو كيفية تطوير الإنسان منذ ولادته بل قبل أن يولد إلى أن يصل إلى مرحلة أن يكون عنصر هام وفاعل ومنتج في المجتمع المصري. كل الملفات ملفات وزارة التضامن مكملة بإذن الله، إنما إحنا هندرس الأولويات وحلمي أنا الشخصي إن أنا أبقى بنخرج أسر من دائرة الفقر والعوز. إزاي نقدر هندرس إزاي نخرجهم، إيه الفرص المتاحة اقتصاديا، إيه المشروعات اللي ممكن تتعمل على في المحافظات نقدر ننجح بها ونخرج نسبة من دائرة الفقر، لأن ممكن نبقى عندنا أعداد كبيرة في تكافل وكرامة، ولكن الهدف الأسمى إن إحنا مش عايزين يبقى جيل ورا جيل. استكمالا للدعم الغير مسبوق اللي خدته الأجندة البيئية في عهد فخامة الرئيس السيسي، هنستكمل على 4 محاور رئيسية. الملف اللي أنت ابتديت بيه ملف تغير المناخ، هذا الملف محتاج مجهود كتير جدا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ اللي بيترأسه فخامة رئيس الوزراء. الجزء الثاني خاص بالمشروعات الفعلية اللي بتتعمل على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف. وثالث حاجة دور مصر القوي في المفاوضات الدولية. إزاي أسعد كل إنسان داخل دور المحاكم والنيابات والشهر العقاري في أن هو ينجز الخدمة بتاعته في يسر وسهولة دون عناء أو تعب، يكفيه رهبة المكان نفسه، لأن تعرف المحاكم والنيابات أماكن بالنسبة لنفسية أي إنسان غير مرغوب فيها. إزاي أنا أعيد له الطمأنينة وأخليه يخرج من المحكمة هو قضى مصلحته، قدم ورقته، قدم قضيته، اطلع على الجلسة المؤجلة، شاف الإجراءات بيسر وسهولة. فالهدف الأسمى خدمة المواطن. أهم التحديات بتاعتنا اللي هو قانون العمل، وقانون العمل مهم جدا الفترة اللي جاية اللي بيعمل توازن ما بين أصحاب الأعمال وبين العامل نفسه، ودي بتعمل بيئة للاستثمار جيدة جدا. بجانب ان تعرف وزارة العمل تكاد تكون وزارة خدمية، هي موجودة مع كل الوزارات، عامل زي كده الملح داخل في كل حاجة طبعا. فلابد ان انت تكون عندك تفهم وفي رؤية انك انت تتعاون مع جميع الوزارات الموجودة، علشان العمالة هي قاسم مشترك في كل حاجة في الدنيا. ضمن الأولويات اللي سوف نعمل عليها ان احنا نوفر الوقود اللازم للمحطات الكهرباء لتوفير الكهرباء للمواطنين وللشركات العاملة بمصر، وثانيا هنشتغل على زيادة الإنتاج. هيكون في تركيز على زيادة الإنتاج، إنتاج الزيت وإنتاج الغاز، وسوف يتم برضو التركيز على الاكتشافات، الشغل على ضخ تكنولوجيات حديثة لتنمية الاكتشافات للحصول على حقول جديدة في البحر المتوسط، في الصحراء الغربية، في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. بإذن الله في تشجيع المزيد والمزيد من الشركات العالمية لتتخذ من مصر مقصدا للتعهيد، ومن ثم توفير فرص عمل لأبنائنا من مختلف التخصصات للعمل في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. أول حاجة إن احنا بناء الإنسان المصري أهم حاجة، وإحنا بنشتغل في المستقبل. الحقيقة جميع الناس بتشتغل في حاجات حالية، احنا كل شغلنا على المستقبل. كمان 10 سنين الدولة هيبقى شكلها ايه، من يقود الدولة شكله ايه، فكل شغلنا بنتكلم على المهارات التي مهارات لأعمال لم تكتشف بعد.
فاحنا بنتكلم على مهارات، فاحنا هنحاول نشتغل على تنمية المهارات بشكل قوي جدا، هنحاول نطور المدرسين، هنشتغل على المدرسين والمعلمين، هو عماد العملية التعليمية، مفيش تعليم بدون معلم، فهنشتغل على المعلمين، هنشتغل على التطوير التكنولوجي، طبعا ده اهتمامات قوية جدا للدولة، هنطور تكنولوجيا جدا، هنشتغل على الكثافة في الفصول، عندنا مشاكل في الكثافة قوية برضو هنشتغل عليها. الصناعة إن شاء الله في الفترة القادمة ستكون هي قاطرة التنمية، زي ما يوم ما شرفني سيادة الرئيس وعيني وزيرا للنقل قلت إن شاء الله بإذن الله قطاعات النقل ستكون في طليعة قطاعات الدولة وستكون قاطرة التنمية. النهاردة الصناعة بإذن الله ستكون قاطرة التنمية، وهنبني على ما تم تنفيذه من بني أساسية. الحقيقة الاعتماد على طاقة جديدة ونستخدم سبل الحديثة في عملية مراقبة الأحمال ومراقبة التوزيع واستخدام السولار بانل أو طاقة الرياح، إن شاء الله يكون حاجة دي قيمة مضافة للشبكة عندنا، تقدر إن احنا نوفر منها طاقة منضبطة وطاقة تكون موجودة على مدار اليوم إن شاء الله، وكمان نقدر نراجع التكاليف بتاعتنا في التوليد والتكاليف بتاعتنا في التوزيع، ويبقى إن شاء الله في حاجة منتظمة وموجودة بصفة دائمة. يعني الأولويات الكبيرة جدا، يمكن النهاردة كمان كان في أولويات محددة تم التوقيع عليها على سلسلة أو موضوعات من التكليفات اللي موجودة الحقيقة في قطاعين، قطاع الشباب وقطاع الرياضي، هيكون في إكمال بناء الإنسان والرؤية المتكاملة للشخصية البدنية والنفسية والعقلية والاجتماعية الحقيقة، لكن ربطها بالحاجات والمشكلات اللي موجودة، سواء الجزء التمكيني والتعليمي، الجزء المرتبط بالجوانب التوظيف وال يعني العمل، الجزء المرتبط بالأفكار عن ريادة الأعمال، على أن تتحول المساجد وبيوت الله إلى منابر للأمان والطمأنينة والأمل والعلم، إلى تحقيق مقاصد الشريعة، إلى حفظ هذا الوطن، إلى تقديم الخطاب الديني الرشيد المنير. كما أنني أتوجه إلى شعب مصر العظيم، إلى أهلنا الكرام الذين نحن جزء منهم وثمرة من ثمراتهم، وأعد الجميع بإذن الله على أن نعمل على أن تمتلئ آذانهم بكل ما هو منير بإذن الله من المساجد. في تطوير للعديد من الملفات، طبعا المرحلة اللي فاتت احنا كنا بنبني فيها العديد من الرؤى والاستراتيجيات والسياسات، وبدأنا في تنفيذ العديد من هذه المشروعات، وحاليا احنا بنتابع وبنطور تنفيذها على أرض الواقع. هناك تحديات داخلية وهناك تحديات إقليمية وهناك تحديات دولية. في التحديات الداخلية زي ما حضرتك شايفة هناك أزمات في الاقتصاد، هناك أزمات في الطاقة. الحقيقة التغلب على كل هذه التحديات بيبدأ من نقطة واحدة، هي التوافق والتفاهم والمناقشة والحصول على مزيد من المعلومات حتى يستطيع الجميع ان هو يفهم على اي أرضية يقف. احنا عندنا تكليفات واهداف محددة اشتغلنا عليها في الفترة السابقة، وان شاء الله نستكملها في الفترة الحالية، واعتقد ان احنا ممكن نلخصهم في ثلاث ابعاد رئيسية. البعد المحلي، ابعاد تطوير منظومة الري، احنا بنتكلم النهاردة على منظومة الري 2.0 او النسخة الجديدة من منظومة الري في مصر بعد التطوير وحجم الاستثمار اللي تم في قطاع المياه في الفترة السابقة. بنتكلم على البعد الأفريقي وخصوصا دول حوض النيل والتعاون مع دول حوض النيل، وخاصة احنا حاليا بنرأس رئاسة وزراء المياه الأفارقة اللي هم فيهم 54 دولة، مصر بتترأس وزراء المياه الأفارقة لمدة عامين. البعد الثالث هو البعد الدولي، ووضع مصر مع التغيرات المناخية، مع دمج ملف المياه بالتغيرات المناخية والنجاحات اللي حققتها الدولة المصرية وخصوصا وزارة الموارد المائية والري في ضوء المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية. أعتقد زيادة الاستثمار بشكل كبير جزء من الأولويات الحكومة الجديدة. في رأيي أول ملف هو تحسين بيئة الاستثمار وجعل الاستثمار أو البيئة الاستثمارية في مصر بيئة منافسة، ونراعي فيها التنافسية الإقليمية والدولية. الأهداف إن احنا يجب أن نجتذب الاستثمار الأجنبي والمحلي بشكل كبير يغطي الفجوات الموجودة في الـ savings أو الادخار في الوضع المصري.
من أبرز الملفات اللي لازم في المحلات نهتم بيها في الوقت ده هي التصالح، ملف التصالح، ملف رخص المحلات، ملف التعديات على الأراضي الزراعية، ملف المخلفات. في ملفات كتيرة جدا الفترة دي لازم احنا نبدأ نشتغل فيها. يعني توفير الغذاء للشعب المصري ده حاجة مهمة جدا، واعتقد الازمات اللي بيمر بيها العالم من حرب اوكرانيا وحرب روسيا والازمات الاقتصاديه بتخلي مصر لازم تعتمد على نفسها وتستهدف الاكتفاء الذاتي في جميع المنتجات والمحاصيل الزراعيه ان شاء الله. خدمه المواطنين هي رقم واحد، يعني تخفيف العبء على المواطن المصري هي شغل الشاغل لوزاره التموين من هنا ورايح. العمل هيبدأ من النهاردة من بعد حلف اليمين، وإن شاء الله النتائج هيشعر بها المواطن سريعا جدا، وبإذن الله بنعدكم بتقديم خدمات مختلفة للمواطنين. وزارة الإسكان يعني أحد أهم الوزارات اللي موجودة، والحقيقة عندنا مجموعة من الملفات ذات الأولوية يمكن يجي على رأسها مشروع طبعا الإسكان، وتحديدا الإسكان سكن كل المصريين والإسكان الاجتماعي، وأيضا يمكن مشروعات تطوير العشوائيات في المناطق المختلفة ضمن الملفات المهمة. مشروع حياة كريمة الحقيقة هنبذل فيه مجهود كبير جدا الفترة اللي جاية دي إن شاء الله. إضافة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي أعتقد أنها نقلة مهمة جدا. إحنا عارفين أنه علاقتنا الدولية مع الشركاء المختلفين كلها مبنية على الاستراتيجيات الوطنية، على المشروعات الوطنية، على الأولويات الوطنية. فالحقيقة مع دمج الوزارتين هيبقى فيه بشكل يعني أكثر سلاسة، ممكن نسميه ده، إنه الاستراتيجيات تبقى يعني مفروضة بشكل تفصيلي أكثر. أولويات بتاعت الحكومة لازم وزارة المالية تبقى مساندة فيها بشكل واضح، من ناحية المالية، من ناحية التمويل، من ناحية توفير التمويل المطلوب. إن شاء الله نبقى مساندين جدا لقطاع الطاقة الفترة القادمة عشان خاطر في أسرع وقت ينقطع، يعني نوقف الانقطاعات إن شاء الله، نوفر كل الاحتياجات للأمور الأساسية من أدوية وسلع أساسية، ونبتدي بقى نشتغل مع مجموعة الاقتصادية كلنا مع بعض كفريق واحد لأن إحنا إزاي نقدر نجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة ونعمل حركة اقتصادية قوية الفترة القادمة.